أحمد عبد القادر البغتوسي وخالد عبد الكريم الغزي هما اثنان ينتميان إلى نادي برنيتشي للدراجات النارية والسيارات بليبيا الشقيقة. انطلقا من بنغازي ليحط الرحال بتونس، ومن ثم إلى أوروبا. أراد من خلال هذه الرحلة أن يقول بأن ليبيا تدعو لنشر السلام. أولا نحب أن نوجه رسالة إلى شعوب العالم بأن الشعب الليبي يتطلع إلى الحرية وإلى العيش بكرامة وإلى ممارسة النشاطات الشباب بعد التحرير، من بعد التحرير ومن بعد الثورة قمنا نحن الشباب بمبادرات حسنة وخلاقة لكي نتواصل مع باقي الشعوب. نحن دعاة سلام، نؤمن بالسلام بين الشعوب والتواصل، وفي نفس الوقت هذا شعور كان مغيب علينا من مدة طويلة، أن الشعب الليبي يتطلع إلى الحرية وإلى التواصل مع الشعوب والسلام بين الشعوب. إن شاء الله أول محطة ستكون مدينة مارسيليا في جنوب جمهورية فرنسا.